كابتن ريشة، مين لفت انتباهك امبارح؟ يعني مين من اللعيبة انت وقفت قدامه وحسيت ان هو بيؤدي اداء متميز جدا؟ يعني احنا عندنا لعيبة فعلا هايلين وعندنا عدد كبير من المحترفين، بس مين امبارح انت شفت ان هو وجوده مهم جدا في الملعب؟ بصراحه هم اللعيبه كلها حاليا على مستوى يؤهلهم ان هم يلعبوا في افضل الفرق العالميه، بس اللي قدر يحقق ده هو عدد قليل. فعندنا حاليا اذا كان سند، اذا كان يحيى خالد، اذا كان علي زين، وان شاء الله الدرع محمد علي في فرنسا، كل اللعيبه دي لما تطلع وتحترف وتفضل عايشه في نفس الليفل ده طول السنه، فده طبيعي بيختلف، يعني بيقدم مردود كويس جدا للمنتخب، عكس لما بيبقى هنا طول السنه الدوري بتاعنا اكيد مش نفس قوه الدوري الخارجي، فبيبقى عندك طول السنه ماتش اهلي او زمالك، فيعني هو بيقف في الموقف ده طول السنه ماتش، عكس اللعيبه المحترفه فهي طول السيزون محطوطه في الضغط النفسي ده، فقادره انها تاخد قرارات صعبه في اوقات صعبه. فطبعا هم المحترفين اللي حاليا قادرين يقدموا الفرق مع المنتخب، بالاضافه للعيبه اللي طالعه جديد طالعه تحترف معاهم. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الاحتراف هو ده اللي بيفيد المنتخب، وهو ده اللي بيوسع مدارك اللعيب، وهو ده اللي بيدي اضافه للمكان، وبيدي اضافه للعيب، وبيدي اضافه للمنتخب. فطبعا علي زين امبارح كان ظاهر بصوره كويسه جدا، يحيى خالد كان ظاهر بصوره كويسه جدا، مش عايز ابخس حق الباقيين، لكن فعلا المنتخب عندنا عناصر كتير جدا تأهلنا ان احنا نناطح اكبر المنتخبات الاوروبيه. كيب فيردي حصان اسود، ما كانش يعني كان واخد المركز الخامس البطوله الماضيه، مفاجاه ان هو يوصل للنهائي، ولكن ده ما يخليناش يعني ندخل مطمنين قوي. احنا لازم نعرف طبعا انه كل المباريات مهمه وده ماتش نهائي، فمش عايزين يعني نتهاوى من البدايه. مين اللعيب في كيب فيردي اللي انت قلقان منه؟ بصي، هي ممكن نقول مفاجأة وممكن نقول مش مفاجأة، لأن هي الفرقة دي بقى لها سنتين بتتحضر، الفرقة دي كلها محترفة بالكامل في البرتغال، بتلعب باسم تيم واحد في البرتغال بمدربهم، فهم تقريبا شبه حافظين طريقة لعب بعض وعارفين السيستم بتاعهم بيلعبوا فيه في المنتخب وبيلعبوا بيه في الفرقة. فممكن نقول إن هي مفاجأة إن هم حصلوا على المركز الخامس السنة اللي فاتت، لكن السنة دي ما نقولش مفاجأة، لأن احنا كنا متوقعين ليهم ان هم هيخشوا الأدوار النهائية، لأن الفرقة دي كانت مؤهلة لكأس العالم اللي كان في مصر، وكانت هتلعب كأس عالم في مصر لولا ظروف ان هم جالهم أكتر من لعيب، جالهم كورونا فما قدروش يجوا وما قدروش يشاركوا في كأس العالم وانسحبوا. فالمستوى اللي هم بيقدموه خلال سنتين يدعو شوية ان لا، ده فريق محترم قادر يقدم هاندبول كويسة، قادر يقدم يعني بيقدم هاندبول أوروبية، لأن هم أوريدي بيلعبوا في الدوري البرتغالي، والدوري البرتغالي يعتبر من الدوريات القوية في أوروبا. الخط الخلفي بتاعهم بيقدم شكل متميز جدا من اول يوم في البطوله، فيعني على قد ما نقدر نقفل المساحات. لعيبه الخط الخلفي اللي هم الباك ليفت والباك رايت والسنتر باك، هم دول اللي يعني يبقى عندهم قلق منهم بكره باذن الله.